نشوف تكوين الجملة. تكوين الجملة، الجملة بتبدأ بأول حاجة الفاعل. أول حاجة في الجملة بيبقى مين؟ الفاعل، وبعدين الفعل، وبعدين تكملة الجملة. تكملة الجملة. يبقى أول حاجة لو أنا عندي جملة عايزة تترتب، أول حاجة لو جملة مش سؤال خدوا بالكم عشان لسه هناخد طريقة السؤال. لو عندي جملة عايزة تترتب أول حاجة بدور فيها على الإيه؟ على الفاعل. الفاعل اللي هو ممكن يبقى ضمير وممكن يبقى اسم. ممكن يبقى ضمير وممكن يبقى اسم. ضمير يعني إيه؟ هي، شي، إت، ذي، وي، يو. اسم يعني إيه؟ اسم حد. ريتان، فريدة، مالك، اسم حد. أو يكون مثلا اسم حاجة غير عاقل، ذا كات، مش عايزة كلام، ذا كات، ذا دور، ذا سكول. يبقى دي كلها تبقى مين؟ تبقى سبجكت، يعني إيه؟ فاعل. يعني مثلا عندي جملة زي دي، بيك وإز وسكول وذا، مين يرتب لي الجملة دي؟ أنا مش هقول لكم أنا هبدأ بإيه؟ مين يرتب لي الجملة دي؟ مين؟ خدوا بالكم، ذا دي عايزه اسم وراها، ذا دي زي الالف، ثواني، ذا سكول، براو، ذا دي زي الالف واللام في العربي. يعني مثلا معلم، هقول لك تحط لها الف ولام، بقت المعلم. ينفع احط ال وبعدين اسيب المعلم في الاخر؟ فينفع اجيب ذا من غير سكول؟ لا، يبقى ذا ادور على الاسم اللي هو قبلها، يبقى ذا ذا سكول، وبعدين الفعل، ده الفعل، ده الفعل اهو، ادور على الفعل، فين الفعل هنا؟ از، وبعدين الصفه اللي هو بيج، يبقى ذا سكول از بيج. طيب عندي لايكس و كاملز، وعندي شي، مين هيرتب لي الجملة؟ بدور أول حاجة مين؟ على السبجكت اللي هو الفاعل، فين الفاعل عندي هنا؟ شي. وبعدين بعد كده أدور على الفعل اللي هو لايكس، شي لايكس، وبعدين كاملز، يبقى شي لايكس كاملز. يبقى أنا كده عرفت أرتب الإيه؟ أرتب الجملة. يبقى الجملة عندي بتبدأ بإيه؟ فاعل وبعدين فعل. طب لو عندي ذا ادور بعدها على الايه؟ على اسم، على النون، يعني المدرسه، المعلم، الكتاب، يبقى ذا بوك، ذا تيتشر، ذا سكول. ما ينفعش ذا از زي ما انتوا كنتوا بتقولوا ذا از، ازاي ذا از؟ ذا ايه؟ قال ايه؟ انت قلتي قال وسكتي، يبقى لازم المدرسه، المعلم، الكتاب، خلاص؟ يبقى ذا لازم يكون وراها الاسم، وبعدين ادور على الفعل، وبعدين ادور على تكمله الايه؟ تكمله الجمله. يعني مثلا عندي جمله ذا اللي هي البيراميدز، حد يمليها لي؟ جمله البيراميدز، بيراميدز اول حاجه، وبعدين ذا، وبعدين بيج، وبعدين اه. عايزين نرتب؟ يلا. اول حاجه ذا، ادور على الاسم اللي هو بتاع الشركه. تبقى ذا ايه؟ ذا بيراميدز. وبعدين الفعل، الفعل هو ايه؟ اه. وبعدين بيج، يبقى ذا بيراميدز ار بيج، ذا بيراميدز ار بيج. عرفنا ازاي ارتب الجمله؟ سهله ولا فيها مشكله؟ طيب هناخد في الواجب كام جمله نرتبها، تمام؟